من واقع الترحيب والقدر والتوجيب، من واقع الترحيب والقدر والتوجيب، يا مرحبا ترحيب تنحيط يا لا 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 لا لا. الله يرحبكم ويبقيكم، الله يبقيكم ويرحبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله بالخير، كيف الحال؟ عساكم طيبين. السلام عليكم. الله يمسيكم بالخير يا شباب. الله يوفقكم على القوة. والله يوفقكم إن شاء الله. الله يحييكم. دام فضلكم. مرحبا، حياكم الله. حياكم الله وعافاكم. والله ما نخليك. مرحبا، ترحيب بالحياة. الله يعافيك. الأحد قريب. مرحبا. هذا اللي اشغل امي به يقول حسون من كبر. حالكم يا الربع؟ عساكم طيبين، عساكم الله بالخير. كيف الحال؟ الله يحييك. حالك يا مسرط، عساك طيب. كيف الحال؟ الحمد لله على سلامتك. الله يحيي رجال. كيف الحال؟ عساك طيب. شلونك؟ عساك طيب. كيف الحال؟ الله يعافيك. كيف الحال؟ شخبارك؟ كيف الحال؟ السلام عليكم. السلام عليكم. الله بخير. ما سلمنا عليك. شلونك؟ عساك طيب. ما تبقى في ديك. مرحبا. ساك طيب. مرحبا. كيف الحال؟ نورك يا حبيب الروح. ظهير ولا راس حربة يا عبد الله ولا وشو؟ راس حربة. راس حربة وجاك ما تشوف شر ان شاء الله. يلا حيك. نورك. لا انت. لا اله الا الله. الله يبقيك ويطول عمرك. الله يعافيك. كيف الحال؟ ساك طيب. مسيتوا بالخير جميع يا الربع. الله يسلمكم. نرحب فيكم جميعا ونرحب بضيوفنا الكرام. الشاعر الكبير علي بن نايف، يا مرحبا ومسهلا يا ابو نايف. الله يرحب بك يا راكان ويطول عمرك وعمرك. هذه ابرك الساعات. احنا الليله متشرفين وسعيدين بحضورنا معك ومع شخبوط ومع خويانا كلهم، ونسال الله لهم التوفيق ويزيدنا شرف وسعاده. اي والله. الله يرفع قدرك. كما نرحب بالزميل والمنشد العذب محمد الزعيدي، يا مرحبا بك ومسهلا يا ابو حسن. الله يبقيك ويطول عمرك، ويشرفني هذه الليله اني بينكم يا طوال العمار، واحبكم. كما أنا أرحب بالمنشد الجميل جدا والعذب هيثم الصليطي، يا مرحبا ومسهلا يا هيثم. هيثم الملحاني. هيثم الملحاني. الله يبقى. أنا أقول هيثم الملحاني، هو يقول هيثم الصليطي. علي الله يهديك. الله يبقيك يا رب، وسعيد جدا صراحة بشوفة الحبايب ومشاركتهم، وإن شاء الله يا رب تكون كذا فقرة خفيفة لطيفة ونكون خفافضل عليكم بإذن الله. الله يبقيك. بداية كالعادة نبي نبدأ إن شاء الله مع بما ان يعني الاجواء الشتويه، هو نبي نبدا بدايه شاعريه. ما راح ابدا بالاسئله مباشره يا ابو نايف، نبي منك قصيده جديده، وفيه قصيده اللي تقول فيها او من مصرح في الشطر لها اللي اللي اللي, 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 اللي القصيده الجديده، نبيك تسمعنا اياها كامله. ابشر. انا يوم شفت شبت النار طرى لي ابيات، اقول ما غيبت القمره ومع شبت النار، عفت السوال اللي حاصر جوابي، أمرار أهدي نفسي وبعض الأمرار، كني مع الأيام أصفي حسابي، يفور داخل خافقي دم الأحرار، ويعض نابي لاقس الوقت نابي، والغالي اللي له معزة ومقدار، حضرة جنابه نسي حضرة جنابي، العام أغني للمحبين يا دار، واليوم من عذب اللما يا عذابي، أول علامات الغبا لفت الأنظار، وأول علامات الذكاء وآخر علامات الذكاء التغابي، في عزتي لا أخذ ولا أعطي ولا أختار، ذا طبعي السامي من أول شبابي، أما حضرت لي معزه ومقدار ولا حشمني عن حضوري غياب. سلام يا سلام. صح الله لسانك. أحيانا مشي شيء. إيه يقول يالله يا رب السحاب المنشر، إنك من الوافين لا تخلي يدي، وإن شفت لي حي مرضهم تفشى، سكت الخطا واخترت عن حيهم
حي اللي تغدى بالحيل ما تعشى والطب يبدا بالعسل واخرها كي النار يمكن من شراره توشى وانا بشر وصادف السمح والعي احيان امشي شيء ما يتمشى واحيان لا والله ما امشي ولا شيء. الله الله ابدانكم الله يصح ابدانكم. ابو حسن يا مرحبا يا ابو الله. انا بسالك سؤال اول شيء وجهي حسن، وش يعني الانشاد لمحمد الزايد؟ تفريغ طاقه، يعني في داخلك طاقه وتفرغها بالانشاد على طول. طيب وش الشله اللي انت دائما تفرغ طاقتك فيها محمد؟ والله ما في شله معي، الشلات كلها يا ابو الله. طيب سمعنا شيء بصوتك. ابشر، يعني انا ذا الحين بغني، ولكن ان كاني لما غنيت كاني ضارب لي مطناج تراني بارد يا الربع، اعلمكم بالصدق. الله الله خلوا طويل الرجم يا مرقبنا للي حزن طوي ونيت من ضم الزمان وعوينا ولا لي على غير ليلها الشكاوي ونات غير صبته مطلبنا قضى حياته من ربوعه جلاوي. الله الله صح ابدانكم صح ابدانكم. أورنس شوي بيهل العبين. بسم الله عليك ابدا. ما هو الله يسامح ما هو بس هو الله يصح ابدانكم جميعا. صح صوتك يا ابو حسن. صح ابدانك يا ام. لا هيثم، انا في سؤال الامانه تكرر كثير يا هيثم، اليوم ما ذكرنا اسم هيثم الملحاني معنا. اول شيء كلمنا عن بدايتك يا هيثم بالانشاد، ومتى اول عمل سجلته؟ والله البدايه طبعا ممكن هذه من الاسئله المتكرره دائما لاي منشد، لكن هي البداية كانت زي أي بداية، ممكن كانت في المدارس، كانت عن طريق الإذاعات، بعد ذلك تنمت إلى فرق إنشادية، وكانت ما شاء الله تبارك الله جدة يعني في هذاك الوقت يعني زاخرة بالفرق. كثرة الفرق أعطت الصراحة المنشدين مساحة أن يقدروا يطوروا من موهبتهم بشكل ممنهج أكثر. بعدها انتقلت لأكبر فرقة في هذاك الوقت كان في جدة، تعلمت منها أساليب الإنشاد الجماعي والفردي والمقامات والأشياء هذه كلها، كان في فرقة ندى وحدة. بعد ذلك شقيت الطريق كمنشد مستقل، والحمد لله وصلنا الحاجة طيبة اللهم لك الحمد. طبعا هذا زي ما قلنا سؤال تقليدي، هو شبه تقليدي، لكن كان في اكثر الناس يبون يعرفون بداياتك، ولا انت يا هيثم من المنشدين المعروفين وعلى او اشهر من نار على علم؟ طيب الفن الحجازي من اجمل ما تطرب له الاسماء يا هيثم، صحيح. ما تسمى انا شيء من الفن الحجازي؟ ابشر. يا أهل هذا الحما إني نزيلكم جودوا لنا بالرضا يا سادتي جودوا إني أبيت أغني باسمكم طربا ومن فمي يا
لقوافي الشعر تجديد. يا أهل البزنس، اسم البزنس؟ يا أهل البزنس أكرمتم وفادتنا، فأنتم السادة، فأنتم السادة الغر الصناديق. أهيدوا. الله يحييك يا رب، الله يبقيك يا رب، استاهل. الله يبقيك يا حبيبي. الله مستمتعين. أبو ملهي أسندك يا طول العمر، أمسي على الجميع بالخير ونرحب بالضيوف، مرحبا بهم والله ما سهل، ورحب بزميلي أبو ملهي. الظاهر قبل شوي سج مني. لا مني بس أنا مرحب بكم البداية وأنت تسلم على الربع هنا. أرحب المتسابقين جميع، مرحبا بهم وما سهل. أما أبو نايف والله شهادتي فيه مجروحة، وأبو حسن يقولون دائم لا تأخذ رأي المحب، خذ رأي واحد متشهل. أبو حسن ودي أمدحه لكان لكن ما يقول شيء. أما المبدع هيثم والله أنا غني عن التعريف، وأنا والله أني سمعت لك كذا مقطع ومنبهر، ويوم سمعتك للحين على الطبيعة والله أنا زاد زدنا انبهار. يا حي شرف لي. والله يبيض وجيهكم جميع، وعز الله أنكم أمتعتونا وإنا في بداية الليلة. و أبو نايف السلام يا أبو مسفر، وش رأيك في قصيدة الحداثة؟ والله يا أبو مسفر كل كلام يطلع من القلب ويحاكي مشاعر ويوصل للناس ولهم متلقين ما نقدر نعترض على رغبات الناس، والناس شرائح، وقديم يقولون لولا اختلاف الأذواق لكسدت الأسواق. نعم. كل شيء له ناس يحبونه، لكن ترى فيه اختلاف حول مسمى الحداثة، لأن بعض الناس يرى أن الحداثة أنه الشعر الحر ولا الشعر الغنائي، وفي ناس يرون الحداثة أن التحديث في الشعر الشعبي، فتحديث المفردة وملامسة الناس باللغة اللي يفهمونها اللي لغة جيلنا هذه أنا معها. مثل البنيان الحين اللي الأساس ثابت وفي تغيير في التشطيبات، في تغيير في الإنارة، في أشياء يعني لمسات يعني مطلوبة، وحتى برامج الحين التواصل لها تحديث كل فترة، في التحديث لا بد منه. التقوقع على الأمور التقليدية الأولى ما تصلح، والانسلاخ من الهوية ما يصلح، الوسطية حلو. قد جربت قصيدة الحداثة؟ والله ما جربت، يعني أنا أمشي على فيما يخصني، أنا أمشي على الاتجاه اللي يمتملي عليه رغبتي والحياة اللي أنا عايشها، إلى درجة أني حتى في مسألة الشعر وأموره دائما التصنع وشعر الحدث ماني بحرص عليه، حتى لو ما أقول شعر إذا ما جاك موضوع أن يطول العمر زين وفكرة زينة ما تصلح القصيدة، حتى لو أنك تطول ما عندك جديد أزين، بس الانجراف احيانا خلف تيار معين ولا شيء يمكن يوجهك في توجه انت ما تبي. يا سلام عليك ابو حسن. يا لبيك ابدا. اما لوبي اول شيء الربع، انا ودي ان يسرع عليكم ذا الليل ابو حسن لاني مجرب ذا المعاناه. انا اول يوم ابو حسن يغني لنا نظهر خارج الفارمه، وان نبيكم تعيشون ذا الجو. لا هم والله اي نعم نبيكم تحسون باللي حسناه. صوت يجيب العافية. وين؟ احنا في النصيبة بين الفارم وخارج الفارم. اما لوبي غالية عندي جدا كلمات ووقتها، لكن مغثوني العالم بها. عاد نبيها. والله اني اقوم من النوم قم اما لوبي. ولكن غالي والطلب رخيص يا ابو موسى. يا عمرك طويل. يا عمرك. أما لو بيوم قالوا كل غايب ياتي، وأثري ما قفت بها الأيام ما تتيبا، وانحنى ظهر الطموح وشيبت هقواتي، في الطريق اللي من الهجران يقنب ذيبا، في الطريق اللي من الهجران
به أتقوى وأتمنى وانتظر وحاتي واشرح بحلم المواصل واللقاء وشريبه أما لوبي يوم قالوا كل غايب ياتي واثري ما قفت بها الأيام ما تأتي به. سلامتكم حسن. يوم من يطلب ذي القصيدة قومي والله غلا شاعرها وزود عليها الأبيات الجزلة ما تملها. إنك والله صادق أبو حسن. متى أبو حسن بدأ يطول عمر يميز أن القصيدة أهم من الصوت في الاختيار؟ في بداياتك هل تشوف أنك كان تجيد الشيء ذا أنك تختار القصيدة وتنتشر ولا تشوف أنك من تالي؟ لا بالله من في بداياتي أي قصيدة أي شيء إلى هنا قريب إلى قبل 5 سنين كنت أرد القصيدة لاجتني القصيدة هل قلت مالك لو أقوم أدبل عليها السعر علشان يهون علشان يهون زين انك علمتهم عشان يعطونك السعر والله اني صادق اني ارفعه بالسعر دبل اعطيه سعر ما ياخذه حتى محمد عبدو علشان يهون قمت اميز القصيد القصيده مو بنص العمل اكثر من نص العمل وانت والله مبدع يا ابو يعني ما خلى من الوحيد اللي ينصف الشعر يعني ممكن انت المنشد الوحيد فعلا اللي انصفت الشعر يعني انت تشوف ان القصيده هي اللي تعطي المنشد او انت تشوف ان المنشد هو اللي له فضل على القصيده ولا القصيده هي اللي لها فضل على المنشد؟ كل منهم له فضل على الثاني هذا واحد. الشيء الثاني حتى لو ان صوتك زين ولحنك فخم لمن يبرق عشان تقول علوم والله لكن اذا صار الصوت وسط لكن الأبيات كارثة بتقوم تسمعها كاملة. يا سلام علشان الأبيات. يا سلام يا أبو حسن. هلا هلا هيثم نبي عمل إيباك. إذا الصوت جاهز عند الشباب حنقول كذا حاجة. يا سلام. من الألحان الموروث اليمني ويعني أديناها كذا بشكل مجدد. ممتاز. نتمنى إياه وحماسكم معنا. صوت جاهز. والله ما نجي إلا من بعدكم. يا حبيب الله يرضى عليك. عمل إيباك إيباك جاهز يا كنترول. رب صلي وسلم. طيب هيثم مو هو بجاهز إلى الآن. تمام. أجل عندي سؤال لأبو نايف. أبو نايف. سلام. فيه منشدين طلبوك مثلا لأن بعض المنشدين أنا متداخل معه ويقول مثلا يطلب من الشاعر على اللحن المعين مثلا مثل ابو حسن الحين ابو حسن قد طلبت مثلا شاعر لحن معين وتشوف لها اقبال القصيده ولا لجت القصيده منك انت يغدي لها اقبال يعني الحن مطروق قبل او لحن منشد انت بادة. تقصد يعني ان المنشد يجيه ويقول ابي قصيده على اللحن الفلاني نعم والله أنا من وجهة نظري دائما يزين لي شق خام سواء في فكرة القصيدة ولا في فكرة اللحن. يا سلام. علشان يصير عمل يطول العمر ما هو مستنسخ لأن لا صار في عمل مستنسخ والأصل موجود الناس ما في حاجة النسخة. يا سلام. هذا الكلام. فدائما الأشياء يطول العمر اللي تجنح للفلكلور الشعبي القديم والطواريق اللي إحنا نعرفها أكثرها مثل المسحوب والمنكوس ومثل لحن أبو حسن الأول ولحن هيثم مبدعين وأصواتهم زينة. ومتى ما صار يطول العمر الكلمة العذبة الزينة وافقت اللحن الزين هذا هو المطلوب اللي يبيه الشاعر يبيه المنشد يبيه الجمهور. يا سلام. يا سلام عليك جابة مقنع عندك يا أبو ملهي. طبعا هيثم دائما يمتعنا بكل جديد له وفي عمل الآن راح نسمعه لهيثم عن طريق أو بالإيباك يليتكم تشغلونا لنا ونتفاعل أيضا يا شباب مع بإذن الله. استهلك الطيب أهلكم الطيب يا حبيبي. الله يجعلك سالم. رب صلي وسلم وبارك وبارك وبارك.
رب صلي وسلم وبارك على النبي الزين خير البريه لي بذكر النبي رحمه ولقابليه رب صلي وسلم وبارك على النبي الزين خير البريه لي بذكر النبي رحمه ولقابليه صب للضيف من ذي الدلال لابن عمي وربعه وخويه قل لهم مرحبا عد النجوم المضيه صب للضيف في من ذي الدلالي لابن عمي وربعه وخويه قل لهم مرحبا عد النجوم المضيه رب صلي وسلم وبارك على النبي الزين خير البريه لي بذكر النبي رحمه ولقابليه رب صلي وسلم وبارك على النبي الزين خير البريه لي بذكر النبي رحمه ولقابليه واسعد الله حضور سعادة لي خاوي النجوم العلية ليلة بالسمر فيها قلوب سلية واسعد الله حضور السعادة لي خاوي النجوم العلية ليلة بالسمر فيها قلوب سلية رب صلي وسلم وبارك على النبي الزين خير البرية لي بذكر النبي رحمة ولقابليه رب صلي وسلم وبارك على النبي الزين خير البرية لي بذكر النبي رحمة ولقابليه بارك الله على ذا المثال بالهنا في الحياة الهنية بايقع للمثال سمرة عالمية بارك الله على ذا المثال بالهنا في الحياة الهنية بايقع للمثال سمرة عالمية رب صلي وسلم وبارك على النبي الزين خير البرية لي بذكر النبي رحمة ولقابليه رب صلي وسلم وبارك على النبي الزين خير البرية لي بذكر النبي رحمة ولقابليه كل من يذكر الله سالي في ضمير وروحه نديه المسرة بذكره والصلاة على نبيه كل من يذكر الله سالي في ضميره وروحه نديه المسرة بذكره والصلاة على نبيه رب صلي وسلم وبارك على النبي الزين خير البرية لي بذكر النبي رحمة ولقابليه رب صلي وسلم وبارك على النبي الزين خير البرية لي بذكر النبي رحمة ولقابليه والصلاة عد حب الرمال للذي غير الجاهلية للنبي لي زكى عطر صلاتي هدية والصلاة عد حب الرمال للذي غير الجاهلية للنبي لي زكى عطر صلاتي هدية رب صلي وسلم وبارك على النبي الزين خير البرية لي بذكر النبي رحمة ولقابليه رب صلي وسلم وبارك على النبي الزين خير البرية لي بذكر النبي رحمة ولقابليه لا انتوا جميع لا انتوا انتوا بيض الله وجهكم الربع يقولون سانكم. مع ذا المطر هذا تقريحة عبد الرحمن غالب وقال له قصيدة اسلم بالرياكشن الله يبقيك ويطول عمرك القصيدة يطول العمر انبسط على الله اللي في المطر اللي في المطر ما شاء الله تبارك الرحمن والله ترى ما لقيتها ولا تراني حافظها مالك هم اي هزها ها اجل بيسمعنا بيسمعنا فهد عندك شيء يا فهد جديد ابشر بي والله يا ابو ملهي اسلم طيب عندي واحده بعد زياد والله يكفينا شر زياد حي الله الراس زياد اللي جاء الرجال هناك ينفض شليله زياد الشهر زياد الشهر يبقى تخلي خطامه على غاربها معه اسلم قلت يا هالسوالف ما ودي شالفتنا تبان يا سلام لكن مجبور اوضح للبدر يا فضاء اقفى يدور مكان ولا لقى له مكان عود عليها بعد ما برق غيره نضى والحب امانه لكن الحب ما فيها مان والحزن كومه حطب والجرح جمره غضى واذا تبانا نعيش ولا يعيش الجبان واذا تبانا نعيش ولا يعيش الجبان ونادرو بعضيه وانت دربك عضى عطني ضمان البقاء واعطيك مني ضمان ونعدل اللي حصل ونجدد اللي
مضاف. انت عليك الرضا وانا علي الحنان، واللي بغيت الحنان انا بغيت الرضا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ابو نايف اسلم من قال سالم، وش تقول للي مسوي نفسه فاهم؟ يقول اهم حاجه تعيش ونظرتك عليا، لو ترخي السمع نص الناس هالراجه، وان جاك واحد مسوي فاهم الدنيا حاول تصير انت ما تفهم ولا حاجه. وش تقول للسنافي؟ طيب السنافي يقول لا تضايق يا السنافي ترى الدنيا تزيل. يا سلام ما لقينا حلو هل ينذقنا مرها. يا سلام والله انا ذاخرينك صكات السنين، السنين اللي عسى الله يكافي شر. يا سلام يا سلام. طيب وش تقول للطيب المبدع؟ المجد محفوظ والتاريخ ما يخدع، والطيب مثل الحياة يتعم داويره، والطيب الكفو مثل الشاعر المبدع يطري لها أفكار ما تطري على غيره. يا سلام يا سلام. طيب من تسج معه؟ أسج مع طيب اللي الطيب نبراس، واضحك مع اللي ظنوني من ظنونه، واللي ما يضحك معي من قلبه إحساس ماني محتاج ضحكة من سنونه. يا سلام. كثر الحكيم كثر الحكيم من غير معنى ومذلول، وسياسة التهريج والقيل والقاق يمكنها تكسبك 200 مهبول لكنها تطرحك من عين الرجال. يا سلام يا سلام. يا سلام. الكرم الكرم والطيب ما يعرف الا الطيبين، والردي محدني بلا غداه ولا عشاه، الكفو مفتوح بابه على طول السنين، والردي ما ينفتح بابه الا في عزه. يا سلام يا سلام. سلمت. والخصومه لا تطر الخصومه، مثل ما نختار اصدقائنا الحلاحيل نختار في يوم المواجهه اعدانا، حنا خصومتنا خصومة ريقيل عن الكلام الهزل تكرم الحال. الله 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 الله. اسلم. انا دايم في بيت، في بيت يسعدك وفي بيت يضحكك وفي بيت يوجعك، فانا اقول البيوت اللي عندك فيها اثنين منها ونيسه توسع الخاطر وفيها الباقيه والله انها توجع. هذا وش يقول البيوت اللي توسع الخاطر منها بيوت مسجد الوسمي اللي يقول ايش يقول؟ يقول اللي عن الدنيا واهلها يراضيك يزعل على الدنيا واهلها وراضه. يا سلام. بيت يعني ونيس، لكن لو ترجع لعبد الله المسعودي وصلابته ايه وش يقول؟ يقول قليل الاواني يكبس البن في البراد ومازال عقله يا الحسن موسى بلسان. الله. يعني فيه بيوت تسمعها تحبس نفسك، فيه بيوت ما شاء الله تبارك علشان الله. علشان كذا تعددت اغراض الشعر، وما سمي الشاعر شاعر اللي عنده مشاعر. صحيح. فاحيانا انت تمر بوناسه وحياتنا، الحياه ولقد خلقنا الانسان في كبد. وكذلك الانسان يمر بفرح احيانا. صحيح. فدائم يصير عنده طول العمر من كل غصن ورقه على مقال. هل انت من الشعار اللي كتبت بيته وجازك لو انك ضايق والبيت جايز لك تنبسط؟ والله انها ترى شعور فرحه الشاعر بالفكره الجديده ولا بالقصيده الجديده لها طابع. وانا بقول لك الناس الحين يحبون الشيء اللي يحاكي ما في انفسهم. صحيح. القصيده الحين حتى لو انها موجعه ولا كان ما تناقلنا قصايد الرثاء. صح. من يدك تلقاها تناقل. ليش؟ لانها تعبر عما في انفس الناس. في الشيء اللي يعبر عن انفس الناس هذا هو الشعر، سواء كان موجع. وحنا مثل ما قلنا قبيل الحياه فيها عسل وفيها كي. فاحيانا العسل له طلب واحيانا الكي له طلب. الله يبيض وجهك. والكي يشفي بعد. يا سلام. يا سلام. ابو حسن لبيك. اليوم ما ذكر اسمك معنا في الحلقه هنا، والاسئله السؤال اللي تردد واجد نبي الاعمال الجديده لمحمد، متى العمل الجديد؟ اقرب عمل لك يا محمد متى؟ اقرب عمل طال عمرك في عمل سجلته انا وعمر بن هذال. ونعم يستاهل. الله الله قيد التنفيذ. وفي عمل من قبل ندخل كاريزما. طيب عطنا على الاقل بيت والمر. بيت إيه؟ لا اسف حصري ابو ما اقدر والله ما نستاهل يعني في الدروازه الا تستاهلون لكن. طيب. انا اسف. ليه انا اسف؟ ودي لكن والله انا اسف. طيب اجل عطنا شيك. ما تقدر تقنع يا ابو مسفر؟ والله ابو حسن ادري اني لا انا ناسي لا طلبته بيقول تم، لكن دامه بيض الله وجهك. طيب انا اللي على ذا الراي فانا مع رايك، خليها مفاجاه. أنا العمل ما في الحكي فايدة. طيب أنا الليلة يا غاي أكيد أنت اللي مقدمه من كلمات أبو هداء. الله يرحمه. عطنا أنا الليلة يا غاي. أنا الليلة يا غايب فوق صدري حزن مدري شوق، من البارح وأنا أحس بملل والقلب فيه حيرة، بغيت النوم قال النوم لا والله علي مرفوق،
ما ترقد لنيات الصبح وتغرد عصافيرة. حسن بما انك منشد صريح، انا اكثر منشد صريح واجهته في حياتي اللي هو انت. اسلم طال يعني ما ما بعد واجهتك مو منشد صريح اكثر انسان صريح. لا انا اتكلم في المجال هذا. لا لا اتكلم في المجال هذا لان دائما المنشدين ما يعطون الشعار حقهم للأمانة، لكن اشوف ابو حسن ينصف الشعار. ما هو على كل حال ابى انشدك الحين على المنشدين نفسهم، هل تشوف ان الكورال او الاستوديو بشكل عام هو اللي يحسن من صوت المنشد، ولا هذا الشيء ما له علاقه ومجرد خزعبلات؟ لا ما هي خزعبلات. بالنسبة شف أنا ما أنا بقول لكم شيء، بس يا الربع مو بثقة، مو بثقة يعني زايدة. الله يحق لك يا واحد. الصدق والله يعني أنا أسجل في الاستوديو يركب علي فلاتر يركب علي البرنامج، يمكن العوال المنشدين خابرين اللي هو لاتيتيون، ما يزيد صوتي جمال، يقل جماله. يعني لما إني قابلت أحد الحين وغنيت عنده على الطبيعة هنهبل، يقول يا ولد لا تغني في الاستوديو. والله صحيح فيه ناس صوتها توكلنا على الله ما ينسمح على الطبيعة، لكن وفي الاستديو لا لا بلبل لا والله صدق عشان كذا كلكم دارين يا ظلني صادق والله الله الله. طيب مشاري في عنده مشاركة مشاري وشي؟ أنا ودي أطلب من هيثم، أنا ودي أطلب منه كرد، أبغى أسمع شيء كرد من هيثم. تفضل تفضل. طيب بس تعقيب ممكن على كلام اخوي، بالفعل يعني كثير من اللي دخلوا ساحه الشيلات وصار يعني من حك راسه من البرنامج. أيه هذا بالضبط. يعني لو يروح البرنامج ذا طاح نصهم. وبالفعل يعني زي اللقاءات اللي زي كذا او الحفلات اللايف تحرش كثير من هذه الاسماء يعني. صح بس يا هيثم ولا بهرجك ملطوم، يقولون ان المنشدين اللي ابداعهم بالله في الاستديو لجت الجلسه مثل الجلسه ذي يتعذر انه مسخن في كذا موجودين عندك هنا كلهم مبدعين، هنا كلهم مبدعين، لكن انا ادري ان المنشد مبدع ولا لجت الجلسه وقلت له عطنا شيء بصوتك، قال والله اليوم لحقتني سخونه. لكن ابو حسن قد قلت ميده واقول ها اليوم ودوم صوته على الطبيعه غير، والله العظيم غير. يعني يسامحني أخوي، طبعاً أنا يمكن أول مرة أسمعه صراحة، وهذا قصور فيه، أنا يمكن ما تابعت بشكل جيد، لكن وأكون صريح أكثر، يمكن ما توقعت أحد ممكن يقول شيلات ويظهر باللايف بالظهور هذا. ما شاء الله تبارك الله، الله يرحمه. ركا سلامة لحن ركوز عرب ما شاء الله تبارك، بالفعل ما يحتاج هنا هنا سأسكت قليلا وأرفع يعني لك الطبعة وأرفع لك يعني الطبعة جد والله ما أقول هذا الكلام أي والله ما أقول هذا الكلام مجامل أو لأنك موجود أبدا، لكن هذه حقيقة يعني. جالك تسليم خير طلب الرجال. والله أنك شرف لي يا حبيبي. يا حبيبي الله يبقيك. كرد الأشياء عاطفي جدا بالضبط. طيب هلالك كم تحن له القلوب، هلالك كم تحن له القلوب، وذكرك كم يردد يا حبيب، وكم باتت بحرقتها جفون يؤرقها التأوه والنحيب، إذا ما الجذع حن إليك يومان وكاد لفرط حسرته يذوب، فماذا يفعل المسكين منا وفي أحشائه هذا
هذا اللهيب رسول الله لي أمل وإني لا أدري كم زللت وما أصيب وأدري أن زلاتي كبار 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 وأن الجذع ليس له ذنوب. الله يعافيك يا رب. الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. بعدك بعد نبي نسمع من مشاركاتكم. احنا نستهي بعد الصوت بعد الاصوات والله ما نستهي. لا والله ما في مشاركات. كل اللي حاب يشاركنا يعني احنا كنا متحمسين نسمعكم صراحه. نبغي نسمع من المشتين ومن الشعار برا لكن احنا نبي وحتى ابو نايف وهيثم ومحمد يبون يسمعون منكم. انا ابي اسمع منكم. وفي مشاركه من عبد الله. الله يمسيكم بالخير جميعا. انا والله اقول الشعراء والمشيدين اللي موجودين اليوم يراجعون حساباتهم. يعني هيثم ما شاء الله تبارك الرحمن انا كنت من جمهوره حقيقه يوم كان موجود فيه. واذكر عمل كبير كان بينك وبين معاذ الجماز. صحيح. صحيح. بعدين بطلب منك. اما الزعيزي فمتفضل علينا كلنا احنا المتسابقين في برنامج البزنس. لا عمل عندنا اللي استمعناه. لي والله الشرف. وابو نايف شهادتي في مجروحه من الشعراء اللي انا اتعلم منهم واستفيد منهم واسمع لهم كثير. يعني صراحه تجملت فينا كثير اليوم بالضبط. الله يبارك لك زود في العلوم الطيبه كلها. وانا وعدك ركان كل حلقه عندك اعطيك حصريه. هذا والله من طيب راسك. الله يطيب حالك. يقول يواصل السير يواصل السير من عنده حسن سيره يواصل السير من عنده حسن سيره فالعزم والعزم لو ما تبتديه انتهى. الراس ما صار فوق الا بتفكيره والعين تطمن بنظرتها لطمنتها والمجد يزدان لا طالت مشاويره وعلاقتك زينه مع الله لزينتها لاحترت في نيتك صاب العرب حيره ان كان بينتها ولا ما بينتها انا والاحلام ما ندري وش الخيره ما ماتت ولو لحقها موت كفنتها مثل الذي حب مزيونه خذت غيره وصبر 30 عام وجا خطب بنتها وسلام. يا سلام مصمل ابو نايف. اسلم اللي كسبنا طيبا اخوي عبد الله ولا مقطوعا على الشباب. اسلم انا نفس الشيء يعني من الحلقات الماضيه الى الحين وانا بكل حلقه دروازه اقدم تراث من التراث العماني. يا سلام ونفس الشيء واليوم نفس الشيء مجهز لكم. لا والله بالعكس جزاكم الله خير هذه فرصه طيبه وانا ما اخترت هاي الفقره الا عشان مثل ما تقول توصل لاكبر عدد من الجماهير لاني اعرف هاي الحلقه ما شاء الله واسعة الانتشار وضيوف كرام ومقدمين لهم التقدير والاحترام. الله يرضى عليك. هذا دل على طيبك اللي تحث على تراث ديرتك وربعك وبيض الله وجهك ووجه سامع. وجهك ابيض ووجهك ابيض. احنا بس بيتين لكن على فن الرزحة. وهذا فن الرزحة يختص في محافظتنا محافظة الوسطى ومحافظات جنوب الشرقية وشمال الشرقية. يقول ليتجنوا علينا ومنعوا الغالي واحرموني نعيم الصوت والصورة واحرموني نعيم الصوت والصورة ما داروا النهبات الليل في بالي صورته في جدار القلب محفورة وصورته في جدار القلب محفورة. هذا فن الرزحة وهو فن رسمي في الأعراس معنا وما شاء الله له انتشار واسع معنا بشكل كبير. وهذه القصيدة من كلمات الشاعر الجميل الراقي نبهان السلطي نوجهه لتحية. وكانوا معنا الشباب جزاهم الله خير من الإعلاميين المتميزين عبد القادر الشهراني وغازي الذيابي وغازي المطيري في رحلة كم يوم كانوا معنا هناك وعارف لو يسمعون هذا المقطع بيزعلون.
لأن تصدعت روسه يمكن مدة أسبوع كامل وهو في بالي وفي بالي. يا مرحبا بك ومسها وبك حي أبو نايف. اللي كسبنا طيبا ما خسرناه. اللي كسبنا طيبا ما خسرناه. وهذه مبادينا وشيمة عربنا. نقدر الكفو السنافي وندراه وغير رجاله للوفاء. وش كسبنا الطيبين اللي لهم وقفه وجاه؟ ما هو غريب إن كان طابوا وطبنا. الطيب ما نقدر نعامل بلياه لو كان في تال الليالي نكبنا. واللي نسى قدر الصداقة نسينا والله سامحنا ويخلف تعبنا. ومر له طاري وسيره مدحناه مهم من طيبه لكن من أدبنا. عز الله إنا في الشدايد عرفناه وصداقته ذنب ومن الذنب تبنا. يوم إنها طيب ومواقف غلبناه ويوم إنها كذب وضعافه غلبناه. يوم انها طيب ومواقف غلبنا يوم انها كذب وضعافه غلبنا. الله الله صح الله لسانك صح الله ابداك. ابو نايف وش تقول عن العسر واليسر؟ يقول الكفو يقلط على وضح النقا والحظ قايم. السريره صافيه والصدق والهمه ذهابه. والموهم في متاهات الزمان يعيشه هايم. يتقطع شوف عينه من سحابه لا سحابه. والذي غاب يتحرى الوقت والوضع الملايم. العرب قالوا ليغاب الفتى سده غيابه. يا مجودت المحازم يا معصبت العمايم. أنا خاف أن الزمن هذا ما يبغى لها إعصابة. قالوا أن الجو صحو وقالوا أن الجو غايم. ولا سالي بكثرت والطق في روسة الغلابة. واشرقت شمس الحقيقة لين وقع كل حايم. والسوال اللي يدور سنين حصلنا جوابه. ما تقاس الناس بالأموال يا مال الغنايم. والرجاف اللي لصكك هم ما ينصك بابه. العسر ما هو بدايم واليسر ما هو بدايم. والسنين الشهب وظروف الزمن دايم تشابه. الشباعة لو تنومس نومست نص البهايم. والمجاعة لو تعيب عيبة سحم الذياب. الله الله. وش تقول عن عزة النفس؟ في عزتي لا أخذ ولا أعطي ولا أختار. ذا طبعي السامي من أول شبابي. أما حضرت لي معزة ومقدار ولا حشمني عن حضوري غياب. الله الله. يا سلام يا سلام. طيب رسالتك يا علي للشعر والشعراء. يقول شاعر يوقع لإبداعه بنان اليدين. طيب وشاعر يوقع هلل الباب في مشكلة. وشاعر يمين ويسار ألا يسار ويمين. من وين ما سارت الركبان ساق اجمله. وتبقى النصيحة مريحة للذهين الفطين. تكفي عن الثانية وتسد على الأولة. للشاعر اللي خمخمها وعية تزيل. الأخطاء من الشعر لا يخطي من المرجلة. سلامتكم. طيب أوصك على دربي. لا توصلني على دربك لكن وصل سلامي. كل قلب فيه صدق وكل حب فيه عفة. يا سلام. طيب صح لسانك. أبو نايف ولا بهدك مقطوب. أبو نايف أنت شاعر يعني مبدع وأشهر من نار على العالم وكلنا مستمتعين معك. لكن السلام أبى أسألك سؤال زي ما تقول ملقوف يمكن. وش أقرب قصيدة لضلوعك اليسرى؟ والله يا أخوك القصيد واجد. وهذا من الأسئلة دائم اللي مثل سؤال أزين قصيدة أزين شاعر. عرفتيه الأسئلة هذه ما لها جواب معين. أنت لما نبيها بدبلوماسية هو أنت رجل متجدد شاعر متجدد وقصيدك يعني الأمانة. لكن أنا أتكلم عن أقرب قصيدة لضلوعك اليسرى. أقرب قصيدة يقول عسى الله معك يا الوافي يجمنا. إذا نادى الندا في الموقف الحساس على الهقوة ترانا مثل ما كنا. تحصلنا على المبدأ وثي قساس. مقام الطيب رداد الخبر عنا. ولا نحظى الضوام يوم صحر الياس. لو تشين الليال السود ما شنا. نسفناها على المنكب قوية الباس. رقينا المرقب العالي ولا زنا. يصافحنا السحاب وهبته النسناس. يا صدري والبشر مرتاح ومعنا. هدا جمر السمر وانفضوا الجلاس. غزتك ظروف وقتك غزوة مهنة. مع ان صبرك على الدنيا صميدع راس. عرفت من الاوادم جمع ومثنى. وصفالي منهم افراد وخسرت اجناس. احب الكفو واعد الكفو منا. ومعرفت النشامة مكسبة ونوماس. واحب اللي على الطالة يمثلنا. واحب اللي معادنهم ذهب والماس. واحب الشاعر اللي كل ما غنى تقول انه وايق في قلوب الناس. سلامتك. الله يصح لسانك. الله يصح بدنك. صبح تقرا وش انت تقرا؟ اقول من صبح وانت يا مال السلامة جعلك تحيا. صح الله بدك. ولا من يوم جينا ولا يا هلا وشي ومرحب. والله يحييكم. الله يحييك. الليالي على ما قالوا كل ابوها مبروك الا اليوم بحضوركم. الله يرفع قدرك بارك في ايامك. اليوم يعني مين مبروك؟ لا هو قصده ان اليوم دبل وثري. كل الايام مبروك الا اليوم بحضوركم. ابرك ابرك يعني انت شخبوط. الله يكفينا شرك. الظاهر انك تدور علي. عبد الله
ورنس ورنس عنده مشاركة. أسلم ركان مشخصنها معي مرنا. أقول يا صاحبي لا تنشد الحال وش فيه؟ طيب الوضع ماشي وعكر الوقت جوي. يا سلام. قام يحدانا للقشر والتهاتيه وصدري من مزونة الهموم متروي ولعاد ومعاد ندري وقتنا وش خوافيه ولعاد مي صاحبي من عدو. يا سلام يا سلام يا سلام. الله يسامح الله يسامح. خلوا يمشي الدور من عندكم. ابشر بسعيد ولا اقطع واردك. عبد الله عطني فيها الظهر لنا قصيده جديده عندك او ما بعد. بس شفوط بشخصنا بعد ما يبغاها منك. اسلم. عطنا عطنا اللعبه. اول شيء مرحبا بضيوفنا. الله يبقيك. لا ابو نواف ولا انت انتخ من هالمحل ما يحتاج. ولا هيثم وابو حسن. وش اقول لكم؟ مرحبا من ممشى الملفاه وكلكم مرحبا بكم. والله يسلمك. انا استفيد منكم بالعلم بالقصايد وعلوم الطيبه كلها. مشرفين هذا الليل. ولا عاد عقب قصيدك ابو نايف قصيد. الا بالله عندك كل عمر ظالم. بنسمعكم. احنا وياكم اخوان ترى ونستفيد منكم ونبي نسمع منكم. اي والله سلام يا ابو نايف. ابو سحاب يقول حصري كل شيء حصري وحن اليوم نعطيكم حصري ولا محافظينها. لكن يقول ايها حبك بس حبك لا انتهى. ايها حبك بس حبك لا انتهى عند رجلين امي ومقدار ابي كلمه من عام الاول قلتها والدين يشوف رضاهم مطلبي. ايه يا لبيه يا زوله المها بين عنق الريم وعيون الضبي كل ما الخفاق للوصف اشتهى اوصف لي كل شيء فيك ابي وكل فكره من هجوسي نشتهى من سمعها تجعل الشايب صبي لو يسجل قلب عنك ما لها تكتبك لابيات يا بنت العبي. سلامتك. صحة ابدانكم. صح الله لسانك. طيب هيثم. هيثم انت سبق انك ظهرت في احدى البرامج التلفزيونيه وذكرت فيها انك متندم على مشاركاتك او مشاركتك في برنامج واقعي، وش كان السبب ندم هيثم؟ هي كانت تجربه. ممكن التوصيات او الاحباب اللي كانوا حواليني كان كثير يعني يطرحوا علي فكره اني اشارك في برنامج واقعي، لكن من وجهه نظري ان البرامج الواقعيه لها اهلها ولها ناسها ولها يعني من وجهه نظري انا كمنشد ما اجد انه مكان يكون البرامج الواقعيه. مع انه محبوب انت عند الجميع والله. الله يرضى عليك. لا مش المقصد يعني انا تكلمت ممكن عن تجربه سابقه لي وعن تجارب ممكن اخرين من منشدين كثار شاركوا. بعيدا عن كونك منشد انت هين في المنشد يعني لا يشق لك غبار يا ما شاء الله تبارك الله وخامه صوتك تشهد لك، لكن انا اتكلم منك حتى محبوب كشخص كشخصك الانسان هيثم برامج الواقعيه. من طيبك الله يرضى عليك. لكن شوف لكن انا اقول لك يمكن البرامج الواقعيه انتم متعشينها كثير. تحتاج كثير للشخص متحدث بشكل قوي راعي سواليف عنده قصص عندك انت مغامره ايه انت تتكلم عن 90 يوم. انا يعني وجهه نظري الشخص اللي ما يقدر يعطي 90 يوم كل يوم احسن من اليوم اللي قبله كذا اتوقع شهر شهرين ويبدا الكرت ينحرق. وهذا الشيء اللي انا كنت الاحظه ممكن في مسيرتي في البرنامج. بغض النظر عن اني حصلت على جائزه في نهايه البرنامج، انا اقيم مشاركتي في البرنامج كيف كانت. هل هذا الشيء اللي انا كنت مثلا اطمح له؟ اكيد لا. ممكن كانت لعدم خبره سابقه ببرامج الواقع دخلنا زي ما تقول على عماها. دخلنا فجاه المايك والكاميرات شغاله ما رتبنا حتى لدرجه ممكن انا بعد البرنامج عرفت انه كثير من المنشدين يخش البرنامج وعنده دفتر جاهز. ليش؟ اقل شيء انه في كل يومين في كل يوم يكون في نشيد جديد. وصلنا لمرحله لا قاعدين نعيد الاناشيد اللي كنا نقوله مثلا في الشهر الاول. هذا يعني يكون قصور منا يعني. فوجهه نظري وكثير زي ما ذكرت يمكن ارجع للنقطه الاولى انه كثير من المنشدين مش متحدثين. الافضل له انه يعرف كمنشد لا يعرف بشيء ثاني. بعض المنشدين ولا اقصد والله اي احد لا 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 ابدا بس خليها كمل. لا بعض المنشدين اذا تكلم تالم لا وكره موهبته على طول يعني سبحان الله ما يعني ما عنده ملكه التحدث ومفاتيح قلوب الناس. ف
فموهبته لا غبار عليها، لكن وقت ما يجي يتكلم الناس تبدا تكش منه، فهمت علي؟ فهذا كان المقصد. إنه صوتك انت مفاتيح قلوب الناس، وعشان كذا فيه بعد شيء جاهز لك على الايباك واللي بنسمع مع بعض باذن الله. هيثم جاهز ولا اعطونا اياه؟ بيتي شطر وشطر وانا بتبا في ثواني، لجل ذاك القمر تحلى جميع الاغاني. يا لا 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 يا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا. والوصف بالمختصر جمهورنا شيء ثاني، والوصف بالمختصر جمهورنا شيء ثاني. جمهورنا يا قمر نروح على الكل باني، جمهورنا يا قمر نروح على الكل باني. يا لا 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 يا لا. شهدنا من حضر شهدنا بالعياني، شهدنا شهدنا بالعيان. ما هي شهادة غرار شهادة بالعيان، ما هي شهادة غرار شهادة بالعيان. يا لا 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 يا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا. بعطيك بيت وسطر وانت بتهم للمعاني، بعطيك بيت وشاطر وانت افتهم للمعاني. اللي معاه القمر ما دور الشي ثاني، اللي معاه القمر ما دور الشي ثاني. يا لا 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 يا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا. هيثم اهدى الشعر ومغلفة بالأماني، الملحاني أهدى الشعر ومغلفة بالأماني. جمهورنا يا نظار وفي قلبي نلتم مكاني، جمهورنا يا نظار وفي قلبي نلتم مكاني. يا لا 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 يا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا. عيشوا بخير وستر والطيب طول الزمان، عيشوا بخير وستر والطيب طول الزمان. واهل الحسن في قهر يحرسكم المستعاني، واهل الحسن في قهر يحرسكم المستعاني. يا لا 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 يا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا. عاشوا عاشوا عاشوا. الله يسعدك يا رب، الله يرضى عليك. بس اسمحوا لي يعني وقفة الرجل هذا يعني ذكرتني بصديق حميم وقريب إلى القلب، أخوي محمد الوهيبي. والنعم شاهد الله. أي والله كان معي في نفس النسخة، فإذا تسمحوا لي ببيتين بس أهدي لأهل عمان الطيبين من تراثهم، حاجة من تراثهم الجميل صراحة. على رأسي والله. الله يبقيك. الرب صلى دائما وسلم على المكرم، ما زمزم الحادي وما ترنم في الليل الأظلم. مدحه وذكره في الكتاب يتلى، عليه صلى وفي الرسالة قدحه المعلى. نجلاه نجلاه يفنى الوصف والوصف ليس يبلى. هيهات مهلا والله ما حد عن غلاه ترجم، كلا ولا شم. الرب صلى دائما وسلم على المكرم،
ما زمزم الحادي وما ترنم في الليل الأظلم في الليل الأظلم في الليل الأظلم. يا حبيبي الله يزيدك كلمة. إن هذه متعلم منها أكيد إنك أكيد إن محمد لوهيبي اللي دخل في السالفة. له دخل ولا؟ إيه أكيد له دخل في السالفة. كان موجود معنا والمنشد الكبير أخونا إبراهيم إبراهيم بعمر صاحب النشيد هذا. نعم فما شاء الله يعني أنا سعيد جدا بشوفتك بشوفت الأحباب ولي هنا صراحة. ذكرتني بأشياء صراحة الكبير ومنشدنا الغالي محمد لوهيبي. صدق مستاهل. يا الله يسلمك. مشكور. ابو حسن نبيك ان لو بنلتفت للهاشتاج اي الطلبات والله واجد لكن وش بيسمعنا ابو حسن؟ بيسمعك اللي ودك. افزلك تعطينا افزلك حتى انا والله افزلك. ابشر افزلك والله ماني بحفظ من هالبيتين هي الظاهر عطناها. ابشر بسعدك. أفزلك كل ما تطري على بالي فزت شجيع سمعين أخوة ولد عمه وإن غبتك أني وحيد في الخلل خالي أضيق لو كان كل الناس ملتمة. سلامتك. سلام. صاحب دان أبو حسن يا لبي والله ماني بحفظ إلا بيتين. عليكم السلام. الله يبقيك. يا مرحبا. يا هلا الله حي. الله حي. يا مرحبا. شلونك؟ أبشرك بحمد الله. يا مرحبا. ترى تنبرك. مرحبا. يا هلا. الله يحفظك. الله حي. شلونك؟ الحال سك طيب شمورك؟ كيف حالك؟ يا هلا سك طيب الله يحييك. كيف الحال؟ مرحبا وسهلا. كيف حالك؟ انا مرحبا. كيف الحال؟ شلونك؟ ساكن بخير ونعم ونعم به. اسلم يا ابو حسن. لبيه نبي بعد يا ما في ضا صدري ويا ما تعبى يا ما في ضا جبي ويا ما مني فيه يقطعك يا قلبي معه ما تنبى ولا درى بيت شيء حواليه ما تكشف العلات كلها لطباء وانا الذي جرحه يجي من مداويه وشلون ربي واحد ما تربى لا بالدمى سود الليالي يتربي أحد لي يا ملات علينا تخبى وأحد لي يا ملات علينا نلاقيه. سلامتكم. حدانكم فديتكم. لا أنت لا أنت يا أبو لبيه أنت شحنت. بسم الله عليكم. وش تقول يا عود؟ منكم ترى قصد عود عود بالقدر. طيب افتح المايك. العود افتح المايك يا عود خصم. اما الحين اما الحين عود لا صار المايك مطفى. احنا ما خصم العمل المشترك معك خصم ايه في السعر. لا كان تبغي الحنجره اروح وامكع عقلك واسويها لك زراعه دندن وغن. الله يرفع قدرك. والله اني صادق. بسم الله على حنا جيتكم يا هل البزنس ترى اني احبكم والله. لما سمعناه والله اني احبكم يا الربع. ابو
هلا بكبوتكم. إن يا الربع والله ودنا نسمع منكم جميع. حنا بنسمع من اللي غني. نسمع من الربع من مصلط. مصلط بنسمع منه. يا سلام. زايد ونسابر. والربع كلهم. هي. أسلم يا مصر بالخير. الله مرحبا ترحيب المطر. الله يحييكم ترحيب الحياة. المقدمين أخواننا وأهل محل. نرحب بأبو عبد العزيز وأبو حسن والمبدع هيثم. أبرك الليالي. الله يبارك فيك مصلط. ويقول أنت لا تتهمني بشي وأنا بريء من يشكك بحبي لكذب وافترى وين بتروح من ربي يا كسر ظهري يا حياة الشقاوة ألا حياة الزرع أحسب إني على حقي قوي وجري شفتك تعمى وانت عينك ترى وانت عينك ترى كيف قساك وقتك وانت عظمك طري وش صار في غيابي كيف يا هل ترى وسلامتكم. يا سلام. الله يهديك. برجع لك لكن سيف لحقنا على انا اول شيء الله يبيض وجهه ضبطنا ذا الدله وذا البراد نبي نسمع منهم شارك. الله يطول عمرك. وابد اخوان يقول هذه قصيده مشعل اخوي. نعم. ما عليكم زود. يقول يا ليل روح وانا رايح على فالي يا زينها عشرة ماني بناسيها يا مكثر الناس لكن كني الحالي من عقبها ما ذبحني غير طريها تستاهل القلب زينة وجهه وقبالي ووصايف من قضبها ما يخليها يا وجد حالي ويا همي وغربالي وجود عود ظروفه رايحة فيها يا غالية من صميم القلب عزالي شوفي حياتي عقبك الله يقديها رحت عني ترى قلبي ما هو بسالي وإن جيت مرحبا وبرك من يجيها أكتب لك الشعر كني دالها إنسالي وأنا محبتك ما أقدر والله أخفيها. سلامتك. يا سلام. أبو نايف أنت تطلب من الشباب مشاركات وإن كلنا والله ودنا نسمع من الشباب لكن أنا أشوف في عيون الشباب إن ودهم يسمعون منك أنت يا أبو نايف ويوم شفنا الهاشتاق للطلبات واجد يجعلك تسلم وياه مل القلب من كل لا له والهجوس تمله ايه ما القلب كل ليله والهجوس تمله وانت خافي راسي البارح وجيته كلي الطواري روحت في واجبه من تله والدروب اثنين بين مرحب ومهلي سلام لكن الدرب اللي يقصد يمته وادله حال دونه واحد وده ولو هو بلي ودي يا خاوي خوي الغيم لين اصله وتعلى في سفوح النايف المتعلي والرجوم اللي على رؤوس الجبال مطله ودي اسولف عليها لين يبرد غلي والرجوم اللي على رؤوس الجبال مطله ودي اسولف عليها لين يبرد غلي الطموح الصعب كبده ما هي مبتله صافحيني يا هبوب ويا سحابه هلي يا عذاب اللي يدار الخطر المعتله ما دار ان الجم يبقى والسرابه يولي يفرق الفنجال الاول عن حثاله الدله والصقر يفهم الاشاره والبعيره يفلي المهبل بالدرازن والنشامة قله خايف في تالي الأيام أخاوي ظلي يسبح بغيبوبة الراي أعقده وأحله كل ما قالوا علامة قلت فرقا خلي ما يقيل العثرة ألا اللي وفاهج بله والشماته دائما مردودها بالملي انتبه لا تشمت اللي لاحقتهم خله حاول أنك تشمت اللي صايم ومصلي يا سلام الله الله حاول أنك تشمت اللي صايم ومصلي يا سلام هو صاد فيصل شو مشارك اللي عندك ما عاد وراء ترحيبك أنت أم لهي والربع ترحيب فيها قصيدة التونية مخلصها الليلة يا سلام أقول بديت بسم الله عزيز الجلالي يا رب جنبني طريق الضلالي يا الواحد المعبود في كل حالي رب كريم بدل الحالة من حال بعد الحين هجال القوافي وأقول ها في ضيق ولا عوافي وبين علوم وبين خوافي يلبل هي الطربة وهي وسعته البال أحبنا صفرة وشعلة ومجهم وقدر الشقحة وحمرا كما الدم والعشق كله صوب وضحا ترزم وضحا طفاحا خشمها كأنها هلال خرعة لذاني من وراها هامت الراس
ومع النحر مضروبة الرمح جساس وطول رقبتها تذهل أجناس وأجناس والنحر عود نشبه السيلة الأسال والأصار منها فوق 60 ناقة ومعك مطاليق ولا فيها عاقة واللي كسب كفون على كل فاقة هذا هو بالي بلا فلس وريال في مرتع فيها في مرتع فيها العشوب التوامة في هنصي مع ربلة مع خزامة يا من نزلنا فيه يا ما ويا ما حدم قيمه فيها نازلة ورحال صلوا على خير البشر يا جماعة في كل لحظة كل حزة وساعة تبغى الفرح تلقى الفرح في اتباعها وصلاة ربي عد ما هالهمة سلامتكم طال عمرك صح الله عليك يا يظل وجه ومتجدد دائم بالابداع صح الله ابداعكم عبد الله سمعنا شيء بصوتك رافك السعد بالحلم زرتيني بعد 5 أيام من واقع بالحلم ليته يحيني من واقع بالحلم ليته يحيني مديت لي دينك من بهام لبهام ودي اطيع المدتك تحتويني ودي اطيع المدتك تحتويني ودي اكحل عين واشوف الالهام واحترت انا ما بين عيني وديني واحترت انا ما بين عيني وديني ونظرة سواد عيونها ترمي اسهام ما ينوقف قدامها صدقيني وغماز تنشدت عيوني القدام عجز تناظر لا يسار ويميني جيتك بجسم وقلب لا طاحة ما قام خليني يدفى من شتاء هالسنيني ثم بعدتني بنظرة كنها اعدام وشدتني وقالت بعد من يجيني قلت اعذريني كل ما اشتقتك انا النوم يجيبك بس قدام عيني سلامتكم صحة ابدائكم طيب دامنا في الاصوات وطال الاصوات زايد ما ودك تسمعنا شيء لانك من اليوم ساكت وهادي ما ادري البرد عبن فيك ولا خشمي ابشر اول شيء الله يحييكم تحال مطر الله يبقيك والله العظيم ان الناس شرفتنا شفتكم جدي اشهد الله يقول ضايق صدري له اسبوع ما مره ونيس الوداع شيء بالراس والفرقه تلوع لا تذكرت الموادع ضحى يوم الخميس ودي ان الوقت وقف على يوم الربوع ودي ان الوقت وقف على يوم الربوع لجلها هليت دمعي وانا دمعي نفيس دمعة الرجال توجع مثل كسر الضلوع حتى لو ما هي بليلة وانا ماني بقيس لكن انها في عيوني تساوت والجموع لكن انها في عيوني تساوت والجموع سلامتك اي والله وجهك عبد الله نبي نسمع منك مشاركه مرحبا بكم مسها الكلام عقب الربع ذولا مثل الحذف الصفوف لكن هنا ادوار وهنا تقديم لجل على ما قال نحن نطربكم وتطربونا وجعلنا ما خلا منكم مشكتي الورقة تكني مثله من الجوال ذلي يا بذيت اني عرف لكن ناس حد معطوا حر لكن انا اقول نعم 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 كاميرات بشير بسعد والله كوفي ابو حسن يعني تاسر ايها مرات اقول الخطا مني وانا السباه ومرات أقول أسباب قسوات مقاديري مرات أقول الخطا مني وأنا السبا ومرات أقول أسباب قسوات مقاديري ويا عين يا اللي يتهل الدمع وتصبه على فراق
سرق فرحات باشيري تقول سامح زمانك والحزن غباه واقول من هو يعوضني مخاسيري وشلون سامح زماني واللي احبه خذاه غيري وانا ولا فيه من غيري انا بلحت اخذه كلمات من هذا كلمات من لبته مكة والله يطعم السلامة هذه أخذتها من سيف مطير جعلها يا سلام عجبتني عزر قصير أما البيت الأخير فهو يلامس أنت سمعت يلامس لأن أنا كنت يطعم السلامة في المستشفى والنصيب راح أنت سمعت الله أن الله نغني هنا هذا الليل والله يعيننا وياك الله يعوض أسلم عندك سيف المطيري وعندك مصلط عيد أيوة نعم أبو عيد ما شاء الله أبو فهد ذائقة ملكية وفريدة من نوعه يستاهلون إن شاء الله يخليهم لنا إن شاء الله يخلينا خليهم للإبداع ولربعهم وللجميع لأنهم وافين وكلكم وافين يستاهلون يستاهلون عبد الله لكن عاد دامني بعد عاد خلني كمله أسلم ولا تحون لكن عاد بعد ما يخلصون شباب مشاركات عندي اهداء الجنيبي ابو زناد فبعد ما يخلصون تصير فرصه مره انا مستعد وجاهز على خشمي اسلم يا عبد الله يقول تحت تاثيرك امشي ما ارد السلام الله تحت تاثيرك امشي ما ارد السلام تايهم فيك وش باقي عذر واعتذر وتحت تاثيرك اسهر كل ما جيت أنام وأذكرك وانحني وأبكي وأقوم أهذر تحت تأثيرك أشبعت القصايد غرام ذا حصادك من اللي في الفؤاد انبذر تحت تأثيرك إن ضيعت فن الكلام قلت هيبتك لم تبقي لي ولم تذر تحت تأثيرك جروحك تمر بسلام إن طعنت بحذر وما طعنت بحذر تحت تأثيرك غيابك ما شوفه حرام وانت فالروح عهد وفي رقبتي نذر أنت كتلة من التأثير وأنا حطام لو تسبب موتي قلت عندك عذر السلام أسلم يا أبو ملاهي شوف عشان هيثم الملحاني في طلب في الهاشتاج متكرر واجد أيام جيرة الربع اليماني أيا جيرة الربع اليماني طيب أيا جيرة الربع اليماني أيا جيرة الربع اليماني بحقكم صلوا أو مروا أو مروا ضيفكم يزور ريم على القاع ريم على القاع ريم على القاع بين الباني والعلم أحل سفك دمي بالأشهر الحرم لما رنا لما رنا حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي جحدتها وكتمت السهم في كبدي جرح الأحبة عندي غير ذي جرح الأحبة عندي غير ذي ألم يا لائمي في هواه يا لائمي في هواه والهوى قدر لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلم يا ناعس الطرف لا ذقت الهوى أبدا
أسهرت مضناك في حفظ الهوى فنمي أسهرت مضناك في حفظ الهوى فنمي وبالعراقي اي والله يا بحباب شلون حالتكم بعدنا بعدنا انا شبدينا والوقت عنكم اخ يا يابا اوف اوف عيوني من البواكي يا جعني يا جعني أنا ودوني الطبيب وصد عني دور ما لقى العلتي دواء ما لقى العلتي دواء وباليمني ألا يدا ألا يا دان يا دان ألا يا دان يا دان يا دان يا دان سلام 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 الخطوة أسويها بعد البرنامج بإذن الله تعلم المقامات بعدها هيثم هيثم شاء الله عليه حطنا كذلك فيه مجروح والله دنيتك وخدامكم والله وهيثم ترى بصوته هذا ألهمني تساؤل أو الطلب أطلبها أبو نايف نبيه يسمعنا هبوب الشوق أبيات له هذا خطير أنت يا ركام والله مغرب بيتين هذه تراها من القديم أسلم يقول كم لي هبوب الشوق في ضلوعي تهب السلام وغصون وصلك جيت أدور ظلها من كثر ما أحبك أحس أني أحب أمك وأبوك وعائلتكم كلها يا سلام أبو مسفر عندك أبو حسن لبيه أنا لي وليهن ما تعرفيني منها لا دور الغزل الحين أي بالله هم يقولون لنا هنا بالإيباك وهي اسمها أساساً بلايباك وأنتم اسمها بلايباك طيب بسمك غير إيباك أنا غير أنا لي وليف وشغلونا لي أنا لي وليف الحين عطنا إياها الحين بصوتكم بنضبط كل شيء يلا يلا أنا أطلع كلمات عطنا الموال ما إنها بدون موال نفتح مولها مولها خليني أطلع كلماتها طيب أنا لي وليف انكرنا أنا لي وليف كل مقفى وصوت بس عطيها بعد مولها انت وهم بيسنون ما أدري وين الكلمات رفضها خشمة نفس الشطر الأول بس إيه إيه أنا لي وليف كل مقفى وصد وراح تزايد هموم القلب في القلب وتولى أنا لي وليف كل مقفى وصد وراح تزايد على لا 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 أيوة أنا لي وليف كل مقذى وصد وراح تزايد هموم القلب في القلب وتلوف تنام على واصل عروق الحشا أنا لي وليف كل مقذى وصد وراح
شو وجهك يا حبيبي وجهك والله كبدك استريح استريح يا شباب بس انا والله خايف لك مقطع منتشر الايام دي انتشار قوي قصيده ولا كذا زين علمتنا العلوم احمد احمد خذني معه وكانت تمرنا بشيء تصنع ترى انا مع علي من الانظمه هذه حتى لو يحصل اللي تبونه هذا خش ازهل والله النفرح استريح استريح يا شباب استريح والله تستاهلون انتم اخوان وغالي يا رب يطول عمرك لا اله الا الله احنا اول شيء من اهل الحر الباطن ولنا حق عليكم انك تميل علينا انت والربع وهبه ريح وناسه وديك مجوان على كيفك انا الحين في برنامج جمهور لا خلصت وجيناكم وجيتونا وزيدنا ان شاء الله حبابك يا بيي وقتي والله والله انت شرف علي شرف لي جعل ربي صوره جماعيه احنا خذنا خلص من قلنا لنا حرم العلوم معلوم شعرنا جميل سيف 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 الله يطول عمرك ابرك الساعات طيب يلا عطنا عطنا الصوره عطنا صوره لابو نايف وسيف وال هلا يا حبيبي اخوك يا سلام بيض الله وجهك طيب قبل الختام يا شباب بنتكلم عن وقف الايتام بالبلد الحرام و كما نعلم ابو نايف اسلم تكلمنا عن 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 الوقف عن 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 فضل الصدقه والله يا اخي ما عندنا شيء من الناس ما هم خابرينه ولا مدركينه الصدقه فضلها عظيم نعم من باب التأكيد وهذه طول العمر مواسم خير وفرص الانسان اللي يقدمه يبقى له وهو الشيء طول العمر اللي بينتظره وحنا والله نتمر علينا الحياه والايام ونسج من بعض الامور هذه وحنا نوصي أنفسنا أولا نوصي طول العمر أخواننا كلهم بالإنفاق طول العمر في مثل هالمشاريع الطيبة والله يوفق الجميع ما يحب يرضى اللهم آمين طبعا كما نعلم جميعا أن مثل الأوقاف هذه زي ما نقول المتاجرة مع الله سبحانه وتعالى مربحة ومثل الأوقاف هذه خير دائم لك فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم كهاتين وأشار بالسبابة والإبهام أسأل الله العلي العظيم أسأل الله العلي العظيم أن يقبل منا ومنكم إن شاء الله صالح الأعمال وتخيل عزيزي المستمع أن ب300 ريال فقط تكفل يتيما لمدى الحياة فاستشعروا بقيمة العطاء وبلذة العطاء وبادروا بفعل الخير أبو مسفر الله يجزاك خير يا أبو ملهي والله ما عقب كلامك أنت وأبو نايف كلام لكن أصدقه ودنا والله كل شوي نذكر بها لأن والله كثيرنا مذهب نفعتها كل منا قد جرب لذة أصدقه أما يتصدق بشيء ما معه إلا هو ويجيه دبله مرة ومرتين وثاني شيء أنه في أطهر بقاع الأرض ويحمل اسم اليتيم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة نعم الله يجزاك هذا فضلا فهذا فضلا عظيم وننصح انفسنا وننصح المشاهدين وهم والله انهم من كل خير قريب بس يبون التذكير نعم الله يجزاك خير ويرحم والدينك والله يجزاكم خير جميعا ودنا نمر عليكم واحد واحد وتشارك كلنا الاجر سويا لكن الوقت يداهمنا والعمده من هو العمده يا شباب العمده فهد تفضل يا فهد الفارع والله شوف انا مكبور يا طويل العمر وعبد الله يبي يسدن لا والله والله ما تعداك يا ضيوفنا حياكم الله شرفتونا الله يحييكم حياكم الله على كيس معزبنا مشاغيث احد الرعاه للبرنامج الله يحييكم ويطول على عشاكم مرحبا حياكم الله على اللي تعملونه وتستاهلون اهلا وسهلا مرحبا مشاغيث اللي هم راعين البرنامج راعين كل احد واثنين الله يبيض وجيه يا لا يا لا يا لا يا لا لا في كل يوم اثنين
احيانا.